دابا غادي ننتقلوا لزاديسيون، غادي نشوفوا اول حاجه الهيدروجيناسيون، يعني اضافه ثنائي الهيدروجين H2. بالنسبه للهيدروجيناسيون كتساوي الريديكسيون، يعني الاختزال، عندك انت تريبليزون كتختزل، ما كتبقاش تريبليزون، يمكن توصل عند دوبليزون وتوقف، يمكن تكمل حتى تولي لي واحد لاشين اللي هي سامبل ما فيهاش دوبليزون. دونك هادشي شفناه في الفيديو السابق، الا بقيتو عاقلين معايا في الدرس ديال دوبليزون اسين. هنا عندك واحد تريبليزون، الا ضفنا ثنائي الهيدروجين، هاد ثنائي الهيدروجين مع من كيكون؟ مع لو نيكل ولا البلاتين ولا بيدي اللي هو البالاديوم. بلاتين ميتال انرت معروف، لو نيكل تاعو معروف، هذا البالاديوم كيكون هنا او شاربون. فهاد لوكا لا رياكسيون كتوصل لينا لاياش، كتوصل للهيدروجيناسيون كومبليت، يعني ما كنلقاوش واحد دوبليزون، حيت فهاد لوكا هذا اللي كيوقع لينا كتوصل اون فوا كتوصل لا رياكسيون دوبليزون كتكون ني با ايزولي، ما يمكنش لا رياكسيون ستوبي لينا هنايا، كتكمل لينا كنحصلو في الاخير على واحد شين اللي ما فيهاش دوبليزون. اما فلوكا اللي كتستوبي لينا في الدوبليزون كيكون كيعطيك مثلا بالاديوم ديزاكتيفي، اش 2 ما كيكونش اونيكسي. المهم عقلوا معايا، منين يكون عندك اش 2 اونيكسي ولا جوج من H2 باراديوم او شاربون لو نيكل ولا البلاتين كيمشيو من تريبل ليزون وكنوصلو لواحد لاشين كربوني اللي ما فيهاش دوبل ليزون. عقلوا معايا مزيان، دابا غادي نوريكم الميكانيزم كيفاش حصلنا على هاد لا رياكسيون. لاحظوا معايا مزيان، دابا نتوما عندكم واحد تريبل ليزون وعندكم ثنائي الهيدروجين H2 اللي هو هذا كيتكتب على هاد الشكل. اللي كيوقع هنايا كاين واحد الالكترون في هذا الكربون، هذا الالكترون مع واحد الالكترون ديال الكربون داروا لينا واحد ليزون. اللي كيوقع هنايا هذا الالكترون اللي في هذا الكربون هذا، يعني في هذا لا ليزون هذه كتاتاكي ليا هذا الهيدروجين. منين كتاتاكي داك الهيدروجين؟ هذا الهيدروجين هذا كياخذ هاد لا ليزون، كياخذها عنده كيمشي على شكل اش موان. مزيان، دونك هاد الكربون قلنا بحال تبرع هويا بواحد الالكترون، ملي تبرع بداك الالكترون اوتوماتيكمون غتبقى واحد لا شارج بليس في هذاك الكربون، هنايا غيولي كربون كالسيوم شارجي بوزيتيفمون. هادشي اللي وقع لينا هنايا هو الكربون كالسيوم شارجي بوزيتيفمون. اللي غيوقع دابا مشانينا واحد الهيدروجين على شكل اش موان، هذاك الهيدروجين اللي مشى على شكل اش موان هو اللي غادي اتاكي ليا هاد لو كاربون كاتيون. منين غادي اتاكي ليا؟ لاحظ معايا هنا كنحصل على واحد لالسين في واحد دوبل ليزون افيك ال هيدروجين. مزيان، اللي كيوقع هنا قلنا لا رياكسيون فين كتمشي؟ كيف ذكرنا في الاول كتوقع لينا الهيدروجيناسيون كومبليت، يعني لا رياكسيون غادي توقف منين ما غاديش يبقى عندي لاسين، غتولي واحد لاشين اللي هي سامبل ما فيهاش السين. مزيان ياك، تبعوا معايا نفس الطريق، عاوتاني هاد الكربون هذا غيتبرع بواحد الالكترون، يعني كنقولوا كي اتاكي ليا هاد الهيدروجين هذا، يعني هاد الرابطه هذه، ولكن من هاد الكربون هذا يعني كاين واحد الالكترون غادي، يعني غادي اتاكي هو اللي غادي يمشي عندو غياخدو وغيلصق فيه وغتبقى واحد لا شارج بليس في هاد الكربون. اما هاد الهيدروجين هذا فين مشى مع هاد لا ليزو؟ فين فين مشى؟ مشى هنايا، يعني بحال قلتي هاد ليزو هادي يعني طلعات عند من هاد الهيدروجين هنا، غير كنبسط ليكم بقات هنا واحد لا شارج بليس. علاش؟ هاد الكربون ولا داير ثلاثة ديال الروابط، هو كيدير أربعة الروابط باش يولي ساتوري.
دونك دير ثلاثه ديال الروابط، حيت مشى من واحد الكترون بقات واحد لا شارج بليس. دونك قلنا هنايا من الاتاك ديال الهيدروجين، دونك هاد الهيدروجين هذا غياخد هاد الليزون هادي، هاد الهيدروجين كيدير الرابطه، ما يمكنش يدير جوج ديال الروابط هاد الهيدروجين هذا. دونك ياخد هذيك الرابطه كيمشي على شكل اشموا، من بعد ديك اشموا كاس اتاكي ليا هادو كاربون كاسيوم شارجي بوزيتيف، وكنحصلوا على البرودوي فينال اللي هو هذا، يعني الهيدروجيناسيون هنايا كومبليت، يعني مشينا من تريبل ليزون دوبل ليزون واحد شين اللي هي سامبل. دابا بقاو لينا جوج ديال الحالات وعاقلوا عليهم، راه مهمين بزاف. نيت في الهيدروجيناسيون، الحالة الأولى شفناها درنا الميكانيزم ديالها، الحالة الثانية بجوج نفس الميكانيزم ولكن خاصك تنتبه. الحالة الثانية الهيدروجيناسيون كاتاليتيك بارسياليزاسيون، الهيدروجيناسيون الإضافة ديال ثنائي الهيدروجين اش دو، ولكن في الحالة ديال كاتاليزور دو لاندلار كنوقفو عند لالسين، ولكن الهيدروجين كيكونو ميم كوتي، يعني في هاد الحالة عندي لالسين 16 الهيدروجين دو ميم كوتي كنوقفو عند لالسين، كنوقفو عند دوبل ليزون، ماشي كيف شفنا في الأول وقفنا عند لالكان، يعني واحد لاجين ما فيهاش دوبل ليزون. الحالة الثالثة والأخيرة بكل بساطة عندك الهيدروجيناسيون يعني إضافة ديال ثنائي الهيدروجين، ولكن في الحالة صوديوم ميتاليك، يعني عندك لو صوديوم اللي هو سوليد كيكون ليا في الأمونياك اللي هي ليكيد، هنا كذلك كنوقفو عند لاتسين، ولكن الهيدروجين ما كيكونوش دو ميم كوتي، يعني لاتسين هنا كيكون ترانس. عقلوا على الشيء، راه مهم بزاف.